علاقات تاريخية راسخة منذ آلاف السنين، روابط جغرافية، علاقات أخوية وسياسية واقتصادية بين مصر والسودان لم تتيسر لشعبين آخرين في المنطقة. القاهرة دائماً ما تؤكد وحدة المصير وتكامل الملفات السياسية والاقتصادية مع الخرطوم. فالسودان كان أول بلد يزوره الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد انتخابه رئيساً للجمهورية، تأكيداً منه على الاهتمام المصري بالسودان الشقيق، ما دفع البلدين إلى دخول مرحلة جديدة من علاقتهما عرفت بالعلاقات الأخوية الاستراتيجية. عكسها عدد الزيارات المتبادلة بين البلدين على المستويات الرسمية والحكومية والشعبية، والتنسيق في جميع المجالات، فضلاً عن التنفيذ السريع لمشاريع التنمية المشتركة ودعم الخيارات التي يتخذها الشعب السوداني لتقرير مستقبل وطنه. وخلال القمم الثنائية التي جمعت قيادتي البلدين، كان التأكيد دائماً على العلاقات المشتركة بين شعبي وادي النيل والسعي إلى تعظيم مساحات التعاون المشترك في المجالات كافة، واستثمار ما يتوفر لدى البلدين الشقيقين من إمكانات كبيرة لتحقيق مصالحهما المشتركة. وشهدت العلاقات الاقتصادية نمواً ملحوظاً بين البلدين في السنوات الأخيرة، إذ بلغ حجم التبادل التجاري ملياراً ومليوني دولار بين مصر والسودان، وسجلت صادرات مصر للسودان نحو 826 مليوناً و800 ألف دولار بنهاية عام 2021. بينما بلغت الواردات المصرية من السودان 336 مليوناً و700 ألف دولار في نفس العام، فيما يبلغ عدد المشاريع الصناعية المصرية في السودان 122 مشروعاً بقيمة مليار و300 مليون دولار.